ده يعتبر كورس من كورسات طبعا اتراكتيف وليه فيوتشر، بس طبعا يمكن ما عندناش بابليك اويرنس في هذا التوبيك. يعني احنا كل اللي خلفياتنا نسمع عن السولار والوين هم متسكين الساعه، بس احنا لو انت جيت فكرت في بوتنشال عادي في الويل والتايت، يعني لو قدرنا نستخدمه نقدر ننتج كميه بقى سبيل من الوين. ده بينتهي تحت نوع من اليوم، اليوم بينج فالتوبيك بقى اليوم تمام، بيسموه اوشن ومارين اليوم بينج، بيسموه في بعض الاماكن بيفكوه الى تايت تايدر اند هي دي الانرجي الكورس. الكورس بيركز ازاي اعمل يوتيلايزيشن للويت والتايت فيزابيلتي ستادي، هل الموضوع فيزابل ولا انفيزابل؟ الموضوع بس عايش شويه ماركتنج تسويق لهذا النوع من الانرجي. النهارده طبعا هنتكلم بصفه عامه، الموضوع فيه شويه ميزماتكس حاطط قدر الامكان ناخد حاجات سامبل، لان بتكلم على ويف موشن زي الفيزيكس. انت خدت الفيزيكس الويف، ويف هي دي البدايه يا استاذ. طب جينا بقى تعمقنا في الكلام ده، الويف ما بتبقاش ويف ويف كده سايسوية، لا الويف بتبقى حاجه اسمها كومباين او سوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن المجموعه من الويفز، يعني تلاقي الويف دي كومبايند من ويفز ثانيه كتير، فلازم نفك الويفز دي ونحللها. انا هبسط الموضوع قدر الامكان، هديك طبعا الفكره سهله وهناخد ابسط حاجه هي السايد ويف بيقول ايه او في انتجريشن وحاجات زي كده. بس انا هنهبط، انا هنهبط الحاجات دي، انا واخد حاجه سيمبل خالص يعني. في فاينل انتجريشن، في سوبر بوزيشن، كومباين ويف، راندوم ويفز، الموضوع طبعا بقدر الامكان احاول اهرب من حاجات زي كده. نعم؟ في ابلكيشنز كتيره موجوده بس مش موجوده عندنا، وفي سوفت ويرز وفي حاجات، بس احنا كاورنس مش مش مهتمين بيه. في فعلا زي ما قلنا دلوقتي في بلاد شغاله ويف، عامله ويف، الكلام ده هتلاقيه قديم. يمكن 150 سنه بعد الاماكن في اوروبا وامريكا واستراليا وزيلندا عاملين حاجات معتمده على ويف. تمام؟ هو الكورس طبعا مقسوم نصين، في نص معتمد على التايت ونص معتمد على الويف. لان التايت فورميشن مختلفة عن الويف فورميشن. هنعمل بقى تحليل التايت الموضوع كله مرتبط بالويند، هتلاقي الويند هي اللي بتتحرك زي ما هنتكلم بعد شويه. الويند هي السورس بتاع الايه؟ الويند. والويند مين اللي بيتحرك؟ الويند السولر، هتلاقي ده بيأثر على ده بيأثر على ده. تمام؟ البرزنتيشن بقى للتايت، هنقسم التايت، ازاي بقى نعمل لها كابتشرنج، ديفايسز، هل ده طريقة أجهزة معينة، في تبديلات، تصميم معين، في أماكن معينة، وازاي هو تراك تقدر تحكم على هذا المكان اللي هو بيمشي، الانستليشن بتاعها، والتربل برفورمانس عامل ازاي؟ هي حاجه شبه اللي احنا خدناها في الانستليشن اللي هي الاكسل فلتر وبعض التصميمات المختلفه اللي بتحكم عليها. برضه ممكن يعمل معاها شويه ستورج، ازاي نعمل ستورج للتايت؟ طبعا هنتكلم بعد شويه التايت حركه البحر نفسه ممكن ناخد اخزنه، فمحتاج دايما اكبر من السورس ده موجود على طول عشان يقدر توصل لاين لود زي السولر. محتاج اعمل ايه؟ ستورج هي مش موجوده، الشمس مش موجوده كل يوم. الفكره بتاعت البلوك سيستم، البلوك سيستم تمام. نفس اللي هنخش بقى على الويف والبرنسبل انستجيشن بتاعها، تهرب من الانتجريشن والحاجات دي كلها. ايه التربلز او الديفايسز او بيسموه ويند انرجي كونفرتر مش تربل، في ليه انواع كتيره جدا هنفضل التفصيل ونتعامل مع كل حاجه. في حاجات زي التولون الاوبريشن بيعتمد عامل ازاي، طبعا دي مش تدريبات تقف على سد، دي تدريبات على ويف، فليها تسليم مختلف. البرفورمانس بتاعها عامل ازاي؟ انستجيشنز. هتكلم على الويف ايجنتس، احنا عندنا بوتنشال بس مش مستغل. في عندنا ويفز في البحر المتوسط والبحر الاحمر بس مش مستغلين، وعندنا تايد وفي اماكن فيها تايد عالي بس مش مستغلين. الكورس بتاعنا ايه افكاره؟ بيتكلم على فلوس، بيتكلم على فلوس، وبعد هذا الفلوس داخله معانا، ووات برضه بس الفلو وشويه ميكانكس، بس احنا مش هنعمل انتجريشنز ولا الكلام خالص عشان ما تبقاش الناس عامله كده. بس هو فعلا الكورس ده كله فيزيكس، ويف موشن عامله ازاي، حتى في فيزيكس الويفز
تصميم جديد. انا كل ما بعمل سيرش لاقي تصميم جديد لحاجات جديده بتتعمل وبرفورمانس وموديلنج وحاجات كتير. بوك 2010 قلت القديم قلت. نعم؟ بوك 2010 القديم قلت. لا ما في الكتاب؟ اه الكتاب عشان كده في كلمه صح؟ ما تنساش كده انا كنت هي كونسيبت واحد وما في حاجه 2013 هذا هو احنا اكيد لا بالنسبه للكليه ممكن يجيهم من على النت يعني بطريقه غير شرعيه يعني هدور على اسمك عايز اسم الكتاب تمام مش دول عشان دي الكتب اللي عندي من زمان هي هو على انا اقدر اجيب جورنالز وكده ما اعتقد بس كده جورنالز من على سيرس ده حاجات زي كده في اكسس للميل سيرس الجورنالز دي تكست بوك لا تكست بوك لا بس ممكن ندور يعني بطرق ماشي لو لقيتها يعني حاجات زي كده بس طب كلها بيفتح جورنالز بس طيب التاسيس ده طبعا مفيش لاب مفيش مشروع عشان تستريح بتشتغل في اريزونا نعم الجيو سيرفر بتشتغل في اريزونا اريزونا موجود طبعا لا بس ده حضرتك قلت في اللائحه الجديده اه اللائحه الجديده وفي نيوتر كمان في نيوتر مدرسه في اللائحه الجديده اه اللائحه الجديده الجيو سيرفر دول هتلاقيهم موجودين في اللائحه الجديده انت خدت جيو سيرفر خدنا النيوكلير في السيرفر خدها في السيرفر حطها في الماده عندنا خدنا النيوكلير وخدنا جيو سيرفر في السيرفر احنا في رانكين يا دكتور انا بعت حياتك لكين انت بعتلي الويمنت بعت حياتك اخر حياتك بعتلي شكرا جزيلا عليها ده كان فيها لينكين الهيت الهيت ترانسفير والسيرمال والاثنين في يعني اللينك الاولاني كان الباور بلانت واللينك الثاني كان الهيت ترانسفير كان كل حاجه في الماده الاصليه من سبب الليكتشرز وكل حاجه طيب تاثير الباور بلانت او باور ستيشن بتتقسم حسب اليوم ريسورس في بقى حاجات اللي هي ده معتمد على الفصل وفي النيل ده كورس تاني او بيتاخدوا مع بعض بس الكورس بتاعنا هو الفصل ده تمام ايه بقى حاجات الهايدرو والنيل بلانت دي مختلفه عن التايت والنيل الهايدرو بلانت زي السحب العادي تمام ده مختلف تماما دي حاجه تاني وده يعتبر كورس تاني برضه في بعد كده بقى النيوبلز كل دي بقى النيوبلز سواء سولو اخدوها الويند الحمد لله خدناها ده بقى دي بقى الحاجات الجديده في الدنيا في ديسمبر مش الهايدرو اللي احنا خدناها في الانجليزي بس خدناها بس الانتربلز معلش المحطه بقى الكبيره والادمنستريشن بتاعها كسيستم احنا خدناها كتوبيك كده زي الستيم تيلفون انت خدت كده توبيك كده لوحده او ما خدناش زي اوت المحطه كلها مفيش بنده كده اصلا حاجه بقول لك في حاجات هايدرو في اسمها اه مش عندكم في المكان ده كده مش عندكم في البروجكت بتاعك ايه هدف الكورس بتاعك نتعرف اكثر ازاي
الاس الويف كاركترستكس والفتايل كاركترستكس ازاي اعمل سيستم كاركترايز هذا السورس البرفورمانس البنات هل هو فيزبل ولا انفيزبل هل الكلام ده زي التبنات العقليه هل هيديه افيشنس ولا لا تصميم السيستم والتبنات اللي شغاله هنا بنسموها كونفرترز نقول ده ايه كونفرتر وتايب ايه كونفرتر هل زي التبنات العاديه ولا ليه حاجات ثانيه او ليه اعتبارات ثانيه ده هدف والكاركترستكس والبرفورمانس ده المفروض ان احنا نعرفه ان شاء الله موضوع الحاجات دي كلها. طيب الموضوع طبعا في تشالنجز مش سهل ان احنا ندخل فيه في تحديات وفي صعوبات وفي حاجات لسه مش عارفينها. كنولج ربنا يعرف يعني لو قلت لك احنا لسه مش فاميليا مش حاسين بالموضوع الويند اللي بتشوفها على الطريق الصوره اللي بتشوفها على الطريق ده في اعتبارات ثانيه في تحديات لازم تتعرفها او لازم عندك نولج عشان انا بخش في هذا المجال عشان اعمل ديزاين السيستم بتاعي واقول هو فيزيبل او كده في بعض الحاجات بتتكلم على التربينات تحت الميه. الميه مالحه عايشه الناس بتشيلها بالجنريتورز يعني بتتكلم على ايه قوي تحت يعني في تربينات مش الويند او الصوره بتتعرض ليها في ظروف صعبه في سماكه متحركه ماده سلينتي عاليه جدا ضغط عالي الناس متخيله الحاجات دي فانت دخلت بقى انت عايز بقى ماتيريال تتحمل طبعا معاك 20 سنه بضغط عالي حركه الامواج والستريسز يعني انت عايز بقى حاجه تستحمل والجنريتور هيبقى عامل ازاي وازاي هيوصل الكهرباء دي بالشط لا دخلت كده في حاجات تاني خالص يمكن بيضع انت تاخده يعني انت الحاجات اللي احنا بناخدها حاجات منشوره اوف شور افلوتنج بلاتفورم يعني حاجات بقى تحت الميه الناس متخيله كانستليشن هتثبت ازاي وكمونيتورنج وكبرفورمانس وكتراكنج وككنترول والمكان ده فعلا كنت انا محطه في حته بعيده عن الشط وازاي نتعامل معاها وازاي يعني العمليه طبعا سهله محتاجه طبعا دراسه اول حاجه ميتين ده انت عايز مواد تحمل الملوحه يعني ممكن تتاكل تكون ميه البحر هاي سابينتي وفيها مواد يعني الموضوع مش سابينتي متخيل المانيفاكشن بتاعها بتتكلم بقى على ديزاين طبعا وتسليمه وتصنيعه مش سهل انت عايز تكنولوجي ونو هاو شوف الناس اللي بيعملوا المشروع او بيعملوا اللي هو بيقعد يفكر هنصنعها ازاي ونعملها ازاي ويقعد يدور ماتيريالز ومش عارف ايه ويركب هنلحم فين وهنشتري فين ونعمل فين كلها فانت داخل في حاجه جديده وحتى لو في حاجات لسه مش معروفه النورمز مش تحديات تحديات تانية مش عارفين اوكي الفلويد داينامكس والهايدرو داينامكس الموضوع عايز بقى دراسه عايز تدرس بقى حركه الميه في المكان ده الميه عامله ازاي ده مش فلو اوبن فيلد لا ده لازم يكون عندك توصيف كامل للفلو فيلد بتاع مش مين ده يبقى عندك بحر اهو وهتركب مثلا هنا في ويك او في هنا تايت لازم ادرس حركه الفلويد عامل ازاي؟ يعني الناس متخيلة على عمق معين على دبس معين زي ما كنا بنعمل في الويند مش كنت بدرس البرنامج بالسال سيلكشن ولا راكب التربينه وخلاص لا ده عايز دراسه كامله يعني ده يعتبر اكسرسايز ما خدناهوش احنا خدنا فلويد داينامكس فلو بايب مفهوم الويند هل احنا خدنا او تعرضنا لحاجه بندرس فلو هنا في بعض عامل ازاي؟ فلو هنا كاركترستكس عامل ازاي؟ دي حاجات طبعا بتفتح افاق جديده لساينس جديد وابروتش جديد عشان كده الريسيرش لسه شغاله ده فيتشر ممكن يبقى في بقى نوصل الى اول نولج وحتى كان في ابلكيشنز طيب بقى في حاجات ثانيه السرفايبلتي اند الليابيلتي السرفايف هتقعد كام سنه؟ هل اللايف لاين بتاعها تضاعف لمده 20 سنه؟ ضد الظروف دي كلها والضغط ده كله والعوامل اللي موجوده تحت كل ده تحديات يعني ماشي التربينه اللي فوق في الجو او السولر قاعده ماشي تقدر تحت هنا الظروف دي هل انت ضامن؟ هل معاك ماتيريال تقدر جاي تعيش وتقدر تعتمد عليه بالظروف دي كلها؟ الموضوع لسه محتاج دراسه وفي لسه تحديات او تساؤلات محتاجين نجاوب عليها. انفورمنتال ريسورسز ازاي استغل الانرجي اللي هنا بحيث ما اثرش على الايكو سيستم الموجود طبعا في هنا الايكو والانفيرمنتال بتوع اللي بيسموه الكونتامينت ما انت برضه بتاثر على النظام البيئي نفسه اللي حواليه انت بتعمل بلانت لراحتك ففي هنا طبعا زي ما بتعمل التربينه التربينات دي بس بتلو او لو حد جه معايا الساينس قال لك في رسوم بتعدي لو النسر اصطدم او النسر وقع بيوقف المحطه 6 شهور ما انت برضه
عمليه اسفلتر، عمليه توصيل الكيبلز دي انا شايفه بالجريد يعني العمليه نفسها مش سهله. بتتكلم على حاجات وفاكرين لما اتكلمت عن اوف شور في اخر محاضره ازاي كنت بوصل الكهرباء من الاوف شور للجراوند؟ نفس الكلام اللي هو كنت بتتكلم على طعم بيت واماكن بعيده. كنت بتتكلم على حاجات عايز بقى ليه غلط في الديستريبيوشن بتاعك وتوصيل الجريد حاجات جديده علينا كده احنا ما خدناهاش او ما درسناهاش. انت بتقول حاجات دي اون جريد، هل احنا خدنا ازاي مصر حاجه زي كده؟ لا انت عايزها ايه؟ معلومات التشغيل ازاي هتعمل اوبريشن في المحطه؟ وتتابعها ازاي كمولوتوف؟ وهل المولوتوف ده هيبان على الشخص ولا خلى البحر عشان الكنترول سيستم والسيجنال بيبعت ازاي؟ والمينتنس الناس متخيل عايز بقى خواصين ينزلوا تحت، في مينتنس في حاجات الناس متخيلها في صيانه ولحام تحت البحر. اه ازاي بقى الناس غواصين تحت الناس متخيله الموضوع مش مجرد بس ويف وهنعمل، لا الموضوع فيه حاجات كتير وتسجيل الكلام ده في قلب البحر والحاجات دي كلها. لا دي حاجات بقى عايزه يبقى مستوى عالي او دراسه ثانيه خالص. هي الكورس بتاعها هيبقى عالي برضه اكيد طبعا. تمام؟ الكورس بتاعها هيبقى عالي جدا. بس الموضوع بقى عايز بقى دراسه. ده الصح وانت تطلع بس ده اللي هو الخارج بتاع الاوت دور الخارج من الويف لان هاي كونسنتريتد علشان الدنس بتاعها عالي. ده من ضمن المزايا بتاعتها. مزايا ان هي هاي كونسنتريتد باور، باور كونسنتريتد، دنس عاليه جدا تقدر تجيب باور عاليه. بس المشكله تصميم الحاجه نفسها الضغط عليها عالي الظروف الامواج بقى وحاجات ثانيه خالص هي دي اللي بتبقى اللي بتحددني ان انا اقدر اضمن استمراريه المشروع. السوسيو ايكونوميكس كوميونيكيشنز ايكونوميكس والحته اللي انت فلوس خصوصا كام في الاخر انت هتبيع لي كهرباء كام؟ الاخر هتوصل جزء هشتريها ولا مش هشتريها تاني؟ ولو غاليه محدش يشتريها. تمام؟ تخطيط تصميم جفرنس انفيرومنت امباكت نفس الكلام اللي كان بيتعمل. لازم تاخد موافقات من وزاره البيئه والحكومات والحاجات دي كلها ان كم المحطه ما دي هل المايه دي اقليميه ولا المايه دي بتاعتك ولا المايه بتاعت حد؟ وهدي ببلاش ولا ادفع عليها فلوس؟ الناس بتخيلك هل كده حد هيديك ارض كده او بحر كده هروح انا بنفسي للبحر كده و... لا يعني كل ده لازم يروح في الموضوع اسمه الاعتبار والمصرف. نجاح المنتج نفسه برودكتس هما ثلاث حاجات بس تحققهم هتطلع برودكت ناجح ديزاين انوفيشن. تكنولوجي فيزبل هل هو فيزبل ولا فيزبل؟ وده بيتعمل فعلا في دراسه الجدوى لكن انه فعلا مظبوط. الحاجه الثانيه البيزنس او الفايبلتي بتاعته اللي هو البرودكت اللي فعله الفلوس. الحاجه الثالثه يوزر اليومن فاليو هل اقدر اوصله للناس يعتمدوا عليه كسورس دائما ولا لا؟ دول الثلاث حاجات لو حققتهم هتقدر فعلا توصل للبرودكت ناجح. يعني هو ده الكومبينيشن. فالدايره رايحه فين؟ هل الدايره رايحه هنا ولا هنا؟ هما التقاطع الثلاثه مع بعض لازم تحقق الثلاثه. محتاج تكنولوجي، محتاج بزنس، محتاج ايه في الموضوع ده؟ دي طبعا صور لاحد الويبس اللي انا بتكلم عنها بالتوصيل. لازم استفيد حاجه من الموجه نفسها. انا شايف الويب اهي. الويب دي بتخش الى تاني وتاني ده اسوليت طالع نازل. لما تاني ده اسمه بيسموه اسوليت الكوبل. لما تاني ده اسوليت هيلاقيه بيعمل ايه بقى؟ بيحرك الهواء الجديد اسمه اسوليت الكوبل. يعني هو حول حركه الويب الى حركه هواء. بقى عندي هواء بيتحرك طالع نازل. فوق هنا بيحرك بقى ايه ترم. مش موتر ترم، دي احد الديزاينز. ما هو الناس بتفكر ما انا بعدت عن الميه وعن اللوحه والسلينتي واستغليت حركه الامواج ان انا اعمل حاجه اسمها اسوليت الكوبل واركب ايه؟ دي احد الحاجات هنقرا بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه باذن الله. موجوده فين؟ موجوده فعلا وبعض الفئات بيستخدموها. كل الاماكن اللي عليها علامات دي مستغله. انا شايف هي دي الاماكن فعلا والنقوص اللي على مستوى العالم فيها مركزه في اوروبا هم الناس المركز والحاجات دي كلها زي ما انت شايف. فعلا الساحل الغربي لاوروبا ده غني عن الامواج، الامواج هنا شديده جدا وفي نقوص هناك شغاله. هو فنلندا والسويد والنرويج كل دي الناس اللي فيها ايه؟ عموما في هنا في استراليا ونيوزيلندا في حاجه في روسيا ولا؟ روسيا مفيش. روسيا للاسف عندها نقود متجمد.
انا اصلا كنت بدور قبل كده، كان كنت بدور لقيت ان في اصلا في تصميم اصلا يعني اكبر تصميم موجود في العالم حاجه في روسيا تقريبا في الفضاء العالي. هنا اللي هنا ده اللي تحت دي الاماكن دي اللي تبقى فيها طيب الاعلى مش كده؟ ترى البيتجي مش من مقاطعه ولا ايه؟ البيتجي مش من مقاطعه ولا ايه؟ لا بتكلم ده في نقطه معموله في فلسطين دي مكتوب ايه؟ اسرائيل. لا تكتب اسرائيل. اسرائيل قالت لي احنا كنا ضد البلاد اللي عملها سيرش في الفلسطين. يا عم ابقى عامل سيرش انت يا عم عشان احط مصر. الناس المتقدمين القانونيين في الحاجات دي التايت نفس الكلام موجود في عطول نفس البلاد تقريبا هم اللي طبعا اللي عندهم طايل عالي احنا عندنا برضه طايل في مصر اهو كل البلاد دي برضه ده السيف سنتر على مستوى العالم والاماكن اللي فيها طايل فاحنا مع الاسف مش ما عندناش ممكنتنا ما فيهاش ما عندناش برضه شو اللي بوصل لنا خلاص ايش ما فيش هو بس هتلاقي في اليابان في هنا حته من شرق الغرب شرق اسيا الساحل الشرقي لاستراليا اهو هنا في أمريكا، أمريكا، كندا، هتلاقي متركزين في البلاد، هم ده بس الشطارة، 10 ناس، السويد، النرويج، وفنلندا، وبلاد كندا، هتلاقي هم أوروبا، غرب أوروبا، دول فعلا هم الإسكندنافيا اللي هم القطاع في مجال هذا الريموت، وهم ليه خلوا ودوهم بحوثهم في الحتة دي؟ ما عندهمش كل الجهاز، ما عندهمش موارد، فهيعتمد عليها. بيستغل الوينت وبيستغل الجيه الوينت والتايم اللي عنده اكبر من هولندا من ضمن الدول اللي عندها ويبز عالية انت عارفين ايه صح هولندا تحت الارض تحت الارض تحت الارض عارفين الكلام ده؟ من الدول القوية جدا في بحوث الاريجيشنز والووتر سورس يعني دولة قوية جدا في الحاجات دي دولة صغيرة جدا مستوى تحت مستوى البحر عارفين كده؟ ممكن تهرب وعاملين بروتكشن من الشاطئ بتاعهم وعندهم ويبز عالية يمكن انت على الكلام ده اتعمل بس لسه مش قابلت هو
كل فعلا عشان تبص المنطقه دي على البوتنشال عالي. طبعا بس في اماكن احنا مثلا هنا في الاماكن الزلقه ده شايفها سهلة، أنا شايف إن إحنا عندنا كده رينج قليل. يعني من 5 ل 10 المتر، طبعاً عشان ده محيط ومفتوح عامل زي الويند، لما تبقى الجو أوبن فيه تبقى الويند قوية. لما طبعاً كبحر أحمر أو متوسط مقفول، ده طبعاً بيموت الموجة نفسها بس ما إحنا الرينج بتاعنا من 5 ل 10 كيلو وات طول متر، يعتبر رقم حاجة بس. يعني واحد متر بيديك كام؟ 5 كيلو وات. ده كتير اصلا ده السولار، انا عشان اطلع 5 كيلو وات من السولار محتاج موجة عرضها 1 متر عشان تطلع منها الكهرباء. احنا عشان 5 كيلو وات عشان يطلع من السولار لو جايب لوح كفاءته 23% هبقى محتاج مثلا سطح المبنى ده. بس الفكره كلها ازاي تلايز وتركبها مش هتيجي في التكنولوجي نفسها، هل احنا فاهمين وعندنا نولج بالسهل؟ هو انا كان شغال هو الاوركر ولا التايدل الفانس بتركب على العنق عالي تحت ولا محتاج دراسه؟ بيدرس فين التايدل عالي زي بيعمل زي ديستريبيوشن كده موديل، يعني في اماكن فيها تايد عالي وتايد قليل، بقى عايز الموضوع عايز دراسه. تمام، وبتعمل زي ريزرفوار يحبس الميه هذا ده دي دي الحته الفكره ده البالانس سيستم اللي فوق اليمين ده. تمام، يعني مثلا مش هيحصل تايب انا اخدها عشان خليها تعدي البوابه الاول وبعد كده يقفله وخليها دي ترجع تاني، يبقى في فرق. تمام، الويل دي اشياء كتيره جدا، ده اوسيليتنج ماجنت، تبقى ريسبيراتوري مش كده؟ اوسيليتنج ماجنت، عارفين الماجنت؟ اوسيليتنج كنا احنا قلنا في الطب ان الجنريتور ممكن ترانسليشن روتيشن ده حاجه ترانسليتنج لينير صح؟ نعم لينير جنريتور، لينير جنريتور صح؟ سمعتوا عنه؟ بس مش فاهمين، يعني احنا كل اللي بيقولوا زينا هو ايه الروتيشن ده، ما ده تكنولوجي ثاني خالص. مش الحركه دي بتبقى ريبليكيتنج ولا لا؟ ريبليكيتنج ما هو ده عباره عن بيستر بينزل او عوامه حتى على وش الميه بيحول الحركه دي للسولاتي. تمام، عاملين عوامات او مساكن او هيدروليك سيستم بيوصلها لينيرز ماجنت. ده الماجنت والكويل بيبقى مربوط مع بعض، الماجنت بيطلع يقعد يفضل نفس الكويل بتوضح لك شكل التيارات نفسها، شكل تيارات الميه والامواج عامله ازاي، والحاجات اللي بنشوفها الاعصاب الجويه شايفين هنا هاي بوتنشال، شكل الموج عامل ازاي، اكبر بوتنشال عالي اهو زي ما انت بس كده بس هنا الاماكن الحاره دي السواحل دي كلها كل السواحل دي كلها هاي بوتنشال، الناس دي غنيه يعني سولار والويندز اكتر من 90% على
الفوسفي والاصلي ده السولار والوينز تقريبا كام؟ 5 الشمس القمر القمر It's so bad, 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 it's so bad,
الناس شبابنا بقى شايفين الحركه عامله ازاي وحركه البارتيكلز عامله ازاي. ركزوا كده اهو، دي الويف نفسها، وهتلاقي الويف نفسها وهي ماشيه بتاثر بالقاعده دي. هتيجي كده عند حاجه اسمها ويف بيز، تبدا الحركه دي تتاثر عشان تلاقي الويف اللي بتزيد في الاخر. دكتور، هو الويف ده بيبقى طبعا على الوش بس، طبعا يعني على الوش بالظبط، لكن ده احسن فيه ده تايت بس. الويف فوق الاوسيليشن بقى بتتابع دي الموشن، والويف بتكون تحت. لو نزلت تحت بتلاقي الويف الاوسيليشن بتاعها بيقل، بس اسمها دامبل. هتلاقي بقى نوت سيجنال موفينج، هتلاقي بقى على ديبس معين مفيش ويف، في تايت بس مفيش، خلاص الديبشن بيقل حاجه زي كده بيقل. اكبر ويف موشن فين؟ فوق على السيرفس. لو نزلت تحت مفيش ويف او بتطمحل لغايه ما على سطح معين مفيش ويف. لكن هي تكونها بيرجع من الارض.
القمر بس طلعت العكس انت مع القاعه ولا طب ايه حوار المد والجذب على القمر مثلا؟ لا ده حاجه ثانيه حاجه ثانيه خالص حاجه مش هدرسها هنا انا هاخدها بس انا كنت بتكلم على الويف جاي دلوقتي لما كان الويف جاي منين من حركه الويف نفسها جاي يعني دكتور يعني احنا نرجع نتكلم اللي بيحصل في الدمات وجزت دي طيران ميه يعني كاننا بنتكلم مش بنتكلم نفس الدرجه احنا اتكلمنا في كورس الويند ان الويند كان اصلها الصوره يعني هو الويند والويند الويند اصلها الصوره يعني بالظبط صح ما هي مش هتيجي من نفسها ما الويند اللي بتيجي منين من حاجه زي ما شرحنا بتاعت التسونامي دي الويند المدمره او الويند اللي انت بتشوفها الويند اللي انت بتشوفها في البحر دي سببها ايه عشان انا بقى اشرح لكم الويند بتقول لك ايه في المطر الصيف بتلاقي الهواء بيجي بالشط صح؟ وبعدين ويف من ايه اللي حرك الموجه؟ الويند وفي الشتاء وفي الليل بيحصل العكس بتلاقي الويند بيصير الشط دي يعني ايه اللي بيحرك الموجه نفسها الويند اساسا يعني السونار حرك الويند والويند اللي هو حرك الويند المايكرو بريس هتعود بعد شويه بس ده مش سببه ويند ده جرافيتيشن فورس من القمر والقمر والارض عشان جرافيتيشن فورس ما بين الارض والشمس بتاع قوانين نيوتن اللي هي متزنه مع مين؟ نعم لا ليه الارض مليان السنين اللي في الاورب ثابت؟ ليه بس ما سابش المطار وطلعت بره المطار ده؟ الفورس من الشمس على الارض والارض على الشمس وفي حركه دوران السنتريفيكال فورس بتاعتها متزنه مع الجرافيتيشن فورس بتاعت فهتلاقي لما بتلف في الاورب ثابت يعني في اتزان بين الاثنين الجرافيتيشن فورس بتظهر بين مين؟ الاجسام الكبيره يعني الاجسام الصغيره ما فيش لان في ثابت تقريبا الثابت ده لما الجرافيتيشن فورس في جرافيتي بتساوي ثابت في الام الثابت ده رقم صغير جدا اللي هي تبقى شنين فلو انت جبت جسمين حاجه كده 1 كيلو 1 كيلو مفيش بينهم قوه تجاذب ليه؟ لان الثابت ده صغير جدا لو تكاد تكون منعدم لما عندك بقى كتل كبيره للارض والشمس يعني ده النون وده الجاز في بينهم جوه كده ده فرصه موجود هو ده اللي بيحرك بقى التايت يعني ايه اللي بيحرك التايت؟ هل الارض دي يعني هنا في في جرافيتيشنال فورس هل الارض هل الجبل او سطح الارض هيتحرك؟ ايه اللي هيتحرك؟ الميه اللي بالظبط هتلاقي الليكويد بيتمط او بيتشد تمام ليه كده طلع القمر عمال بيلف او الارض بتلف حواليه هتلاقي ده مع الحركه دي نفسها مش القمر بيطلع بالليل وبيظهر وبيلف
هتلاقي في فاريشن في حركه الايه طيب سطح المايه نفسها لو هو دي اتراكتيف يعني حركه التايد هو مين الاتراكشن الاتراكشن فورس جرافيتيشنال فورس
خلاص طبعا عرفنا مبدئيا ايه الفرق بين الويف والتايت ماشي عشان ما بس نتفقش. الويف بقى جاي لنا بتاعت المراحل الاولانيه هي حركه الويف هنسكت او هنتكلم على الويف نتيجه الويف الويف بس ماشي. البدايه طبعا الويف هي بتتحرك سطح الميه دي بدايه تعرف. شوف بعد كده ايه اللي هيحصل الفيتش اللي هو مدى اللي بيأثر فيه
المدى اللي بيأثر فيه ويند، الويند بيأثر في مدى معين اسمه فيتش. هل الويند او الستور بتأثر على قطب المحيط؟ لا، بتأثر في بقعة ما او في سايد معين. تمام، الحاجة اللي بتأثر فيها دي اسمها فيتش، دي خلاص ما فيهاش الويند الكاملة المعتادة اللي هي الستور. تمام، هو بس بيديك بعض المسميات عشان انت تبقى عارف او انت بتقرا التكنولوجي عبارة عن هنتكلم بقى بعد شوية بقى خش في حسابات الويب لينكس، المسافة بين النقطتين والنظرتين ويب لينكس، في بقى الويب هايت، في الامبليتود، في فريكونسي، في تايم بيريود، كل ده هنتكلم عليه بعد شوية في حسابات، بس تبقى عارف بس المسميات. ده الهايت، ريست، قمة، طرف، القاع، المسافة بين أعلى وأقل نقطة دي الويب هايت، نص الويب هايت والامبليتيود. ست يعني مجموعة أو سي ست كومبايند من أكثر من سولد سمول ولارج. تمام، مجموعة دي مجموعة مع بعض اسمها ست، زي ما أنت شايف شكل طبعا بيتغير في المنطقة دي، شكل الزويل مختلف عن الزويل اللي هو بسبب الإنتراكشن مع السي ست. أنا ليه بقول الكلام ده؟ يعني بعد شويه لما يتكلم المحاضره الجايه والديفايس، الديفايس نفسه بيتاثر بالحاجات دي، الديفايس اللي هنا 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 هنا، فانت لازم ازاي بنعمل في الويب، لازم تدرس الكاركترستكس او الويب بروفايل، هنا عامل ازاي، هنا عامل ازاي، هنا عامل ازاي، لان كل حته ليها الديفايس بتاعها. يعني ليه بقول الحاجات دي عشان تبقى فاهم؟ ما ينفعش اركب الويب جنريتور ده في اي حته. لا، كل حاجه حسب الكاركترستك اللي هنا انت بتنفذها. لازم تبقى عارف الحاجات دي كويس قوي، مش اي جهاز انت مخلص. طب اعتقد انت كده يعني فهمنا الويب عامله ازاي؟ هل في حد ليه تسلمت؟ عرفت مش الانيميشن في الحاجات؟ عرفنا الفرق بين الويب والسايت؟ بعد كده الدنيا السيستم انا كان عامل التحكيم ان شاء الله المره الجايه.
بيركب زي الفيربل اهو، لما التايد يجي او وصول الميه يقل بيركب. طبعا التربيه دي بقى ليها تصميم مخصوص. ليه بقى؟ شوف تشتغل رايح راجع. شفت بقى فيها معقده شويه، يعني العمليه هنا مش سيمبل زي اللي فات. التربيه احنا خدناها قبل كده في وان واي، هنا التربيه ديزاين اصعب لتستقبل الميه كده وكده. هو انا كنت شفت بقى واحده ثانيه ممكن بيتحط لها، ممكن واحده تربينه رايحه او تربينه جايه، بس بيتحط لها بوابات. بوابات ممكن دي حاجه، او حاجه ثانيه ازاي تهيئ الانتركت او ترايز الديزاين ان انت تستغل الحركه بتاعت التلفزيون، فالعمليه تبقى اصعب من الايه؟ هو مش ممكن بقى، مش هحس اليوم كان اسمه هو ممكن الفهم تحت لما كان اسمه فيكسيشن جنريتورز. العمليه الكلام سهل، التنفيذ صعب. يا رب يلف عادي. الكلام سهل، تعال بقى اعمل السيستم اللي قبل ما هي بتلف تحت يا باشا. لما نشوف العمليه التنفيذ مش سهل. احنا مش هنعمل شيء. ده انا مش عارف كده المصنع عمال يجيبه ايه.